لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئة، هيئة علماء المسلمين الولايات المتحدة وحلفاؤها عمدوا إلى محو حضارة العراق وثقافته ونهب ثرواته وإفقار شعبه. في المدى، أزمة الجفاف تشتد في العراق ومخاوف من اتساع آفة التصحر. في موقع الترا، عراق 5 أشهر والبرلمان دون لجان ووزارات بلا رقابة واحتمالية هدر المال قائمة. في يقين نت، لا يمكن تبرير أي موازنة تقشفية خلال العام الحالي 2022. في العربي الجديد، ألمانيا تتجه إلى غاز قطر ونفط الإمارات لتقليص اعتمادها على روسيا. في القدس العربية، العراق لا تقدم في حسم مناصب رئاستي الجمهورية والوزراء. وفي عربي 21، كييف تعلن فشل حصارها والروس يحفرون خنادق بمحيطها. السلام عليكم. دعت هيئة علماء المسلمين في العراق العراقيين كافة إلى التمسك بحقوقهم وعراقهم والعمل بكل السبل الممكنة لانتزاع حقوقهم واستعادة العراق واستقلاله والعيش بحرية وكرامة، وذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة بمناسبة ذكرى بدء العدوان الأمريكي البريطاني على العراق عام 2003. قالت الهيئة في بيان أصدرته الأمانة بمناسبة ذكرى بدء العدوان الأمريكي البريطاني على العراق في عام 2003 إن الاحتلال اضطر لاحقاً للاعتراف بزيف وكذب ادعاءاته التي برر بها غزو البلاد واحتلالها، لكنه رغم هذا الاعتراف لم يتوقف عن الاستمرار في استهداف العراق، ما أدى إلى إيقاع خسائر بشرية ومادية هي الأكبر في تاريخ العراق، تركت آثاراً كارثية على العراق والمنطقة ما زالت تداعياتها مستمرة حتى يومنا هذا. أمريكا وحلفاؤها منذ احتلالهم لأرض العراق عمدوا لمحو حضارته وثقافته ونهب ثرواته وإفقار شعبه، فدمروا بناه التحتية وأفشلوا مؤسساته التعليمية والثقافية والحضارية وأنهكوا مراكزه الصحية والزراعية وأضعفوه حتى أصبح لا يقوى على الدفاع عن أرضه وسيادته أو حقوقه المائية وثرواته النفطية التي تسرق في وضح النهار، مشيرة إلى أنه بسبب ذلك بات العراق عاجزاً عن زراعة أرضه وإنشاء مصانعه، فضلاً عن إغراقه بدماء أبنائه وتشريد وتهجير الملايين منهم وهدم البيوت على ساكنيها واغتصاب مدن بأكملها وزج عشرات الآلاف من الأبرياء من النساء والرجال في السجون. إن العدوان الهمجي المحتل سلم العراق وإدارته لجارة السوء إيران وتابعيها التي أكملت مشروع تدمير العراق وإضعافه عبر أدواتها ومجرميها من الميليشيات والأحزاب المتسلطة على رقاب العراقيين التي تحكم العراق منذ عقدين من الزمن تقريباً، ولم يجلبوا للعراقيين سوى أبشع أنواع جرائم الإبادة ضد الشعب العراقي لمحاولة إركاعه وخضوعه لمشروع الاحتلال، مبيناً أن ثبات العراقيين وصمودهم بوجه الظلم والاستبداد والتبعية وحراكهم الثوري أحيا الأمل في نفوس العراقيين في استعادة العراق وإنهاء احتلاله. وثمنت هيئة علماء المسلمين في العراق تضحيات الشعب العراقي معربة عن تحياتها لرجال المقاومة الحقيقيين لا أدعياءها الذين راووا بدمائهم الزكية أرض العراق وأوقعوا قوات الاحتلال في مستنقع لم يخرجوا منه إلا بمساعدة من باعوا ضمائرهم للمحتلين، داعية العراقيين إلى تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا ضد مشروع الاحتلال المستمر المتمثل في النظام السياسي القائم. يقول الكاتب شاهو القرداغي بعكس المرات السابقة التي كانت تقوم فيها طهران بإرسال الرسائل المحلية والإقليمية والدولية عن طريق توجيه وكلائها من الفصائل والميليشيات المسلحة في العراق لتنفيذ هجمات مسلحة وعمليات القصف الصاروخي أو زرع العبوات الناسفة أو إطلاق الطيران المسير لتنفيذ هجمات محددة،
قامت طهران هذه المرة باستهداف مدينة أربيل بصورة مباشرة بصواريخ باليستية انطلقت من إيران في تجاوز واضح وانتهاك صريح للسيادة العراقية. الرسالة قد تكون إقليمية عن طريق الانتقام من الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمراكز والعناصر الإيرانية في سوريا، حيث أكدت جهات قريبة من الحرس الثوري أن الهجوم الإيراني على أربيل كان انتقاماً طبيعياً للهجمات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا، إلا أن الغريب هو اختيار أربيل بدل لبنان وسوريا الذي يشهد تواجداً مباشراً للطرف الإيراني مع الحدود الإسرائيلية، إضافة إلى غياب أي معلومات عن أضرار إسرائيلية في قصف أربيل، ما يزيد الشكوك حول الحجج الإيرانية لتبرير القصف على أربيل. يبدو جلياً أن إصرار إيران على تبرير القصف بحجة تواجد الإسرائيلي الهدف منه تبرير أي هجوم أو قصف مستقبلي بهذه الحجة، حيث تحاول أن تخلق مبرراً إضافياً في تدخلاتها، إضافة إلى مبرر التواجد الأمريكي. وأخيراً، هناك توقعات أن يكون الهجوم مرتبطاً بالمفاوضات النووية الإيرانية، حيث أن الهجوم استهدف أيضاً مبنىً قيد الإنشاء يعود للقنصلية الأمريكية في أربيل، ما يوضح أن الرسائل الإيرانية كانت مزدوجة ومتعددة وشملت عدة أطراف محلية وإقليمية ودولية. قد تحاول إيران من خلال هذا الهجوم تقوية موقفها في المفاوضات النووية والتأكيد على قدرتها للضرب المباشر واستهداف كافة المصالح والأهداف الأمريكية، ليس فقط في بغداد أو الأنبار أو عن طريق وكلائها، بل عن طريق صواريخ مباشرة تنطلق من طهران دون أي تردد. يبدو أن هجوم أربيل سيساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير على التفاعلات السياسية داخل العراق، وخاصة عملية تشكيل الحكومة القادمة، ما يعني مزيداً من التعقيد والتأخير في حسم هذا الملف. عن المرتزقة وغزو العراق وحرب أوكرانيا كتبت ولاء سعيد السامرائي مقالاً في مجلة الجاردينيا، نستمع إلى جزء منه. اعتمدت الولايات المتحدة في كل حروبها وتدخلاتها التي لا تعد ولا تحصى منذ عقود على المرتزقة الذين يسميهم بنتاغون بالمتعاقدين، ولأن كل شيء في هذا البلد هو تجارة، فهذا السوق هو سوق مربح ورائج يتعهد به مقاولون من ضمنهم ساسا ممن لديهم مثل هذه الشركات، وأهم هؤلاء صاحب شركة بلاك ووتر إيريك برانس، الصديق الحميم للمجرم جورج بوش، ونيجرو بونتي الذي يعتبر أحد أهم مزودي الحكومة الفيدرالية بالمرتزقة أوقات الانقلابات التي حدثت في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. نيجرو بونتي هو الذي جمع جيشاً كاملاً من المرتزقة من كولومبيا ونيكاراغوا وغيرها لغزو العراق، وصل تعداده إلى 200,000 مرتزق من المقاتلين والمتعاقدين بحسب مؤلف كتاب العراق أرض المرتزقة للضابط الفرنسي جورج بريسي دو فالون، للقيام بتوفير خدمات أخرى تخص كل ما يتطلبه وجود الجيش من خدمات أثناء وجوده في بلد الحرب. ورغم أن الولايات المتحدة لا تخفي استخدام المرتزقة وتنشر صحفها الكثير من تعاقدات وزارة الدفاع معهم، إلا أنها أخفت في حرب العراق وجودهم ولم تتكلم عن قتلاهم. لكن موقع آيكوزالتي غير الحكومي الذي قام بإحصاء أعداد موتى وجرح الغزو على العراق وثق أعداد القتلى من المرتزقة والمتعاقدين بشكل منفصل من أعداد موتى وجرح الجيش الأمريكي. نقرأ اليوم في الصحف اليومية الغربية والعربية كيف تقوم روسيا وأوكرانيا بتجنيد المرتزقة والتفاوض حول نوعية المقاتلين ورواتبهم وامتيازاتهم مع الحكومة السورية ورئيس النظام. نفس الأمر ينطبق على أوكرانيا وطلبها من دول حلف شمال الأطلسي لمتطوعين يقاتلون في صفوف جيشها. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً لمراسلها ماكس فيشر قال فيه إنه بينما تسقط القنابل والصواريخ الروسية على المستشفيات والمباني السكنية الأوكرانية، فإن العالم يراقب برعب ما هو بالنسبة لروسيا أمر معتاد وبشكل متزايد. توصلت دراسة إلى أن القادة الأقوياء مثل بوتين، لأنهم يواجهون مساءلة أقل من المواطنين وضوابط أقل على سلطتهم حتى من الأنواع الأخرى من الدكتاتوريين،
يميلون إلى أن يكونوا أكثر عدوانية ويتحملون المزيد من المخاطر في الحرب، وهذا يجعلهم أيضاً أكثر قدرة على تجاهل الاشمئزاز العام من الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وجدت الاستطلاعات أنها يمكن أن تدفع المواطنين في الديمقراطيات إلى إلغاء دعمهم للحروب الخارجية. هذا لا يعني أن الديمقراطيات المتحالفة على نطاق واسع مثل الولايات المتحدة تقتل بالضرورة عدداً أقل من المدنيين في الحرب. وقد تسببت الحملات الجوية الأمريكية في العراق وأفغانستان في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. بموجب سياسة إدارة أوباما، شنت الولايات المتحدة ضربات بطائرات بدون طيار على مجموعات من الناس لمجرد مطابقتهم لسمات معينة، وأحياناً ضربوا بالخطأ أعراساً وجنازات. واستخدمت الولايات المتحدة أحياناً أدوات حرب عشوائية، على سبيل المثال إسقاط 1200 قنبلة عنقودية من التي حظرتها أكثر دول العالم لخطرها على المدنيين في غزوها لأفغانستان عام 2001. وأسفرت الضربات الأمريكية على مدينة الرقة السورية التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة آنذاك عن مقتل العشرات في انفجار قنبلة خاطئة واحدة أودت بحياة 70 مدنياً. ولفت المقال إلى أن روسيا شنت هجمات مماثلة في سوريا، حيث قصفت المستشفيات والمباني المدنية الأخرى كجزء من تدخل لدعم حكومة ذلك البلد. وذهبت موسكو إلى أبعد من ذلك في شيشان التي سعت إلى الاستقلال عند تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991. تساءل الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كارنيلوس في مقال بموقع ميدل إيست آي، إذا ما كانت الحرب الروسية في أوكرانيا ستسرع الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط. ويرى الدبلوماسي الذي عمل في الشرق الأوسط أنه مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الرابع تتزايد احتمالات بعض العواقب غير المقصودة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في الشرق الأوسط. عند النظر إلى المشهد الاستراتيجي الإقليمي، قد يكون للصراع في اليمن نتيجة غير مواتية للسعودية والإمارات، ويمكن للبنان أن ينزلق في أي لحظة إلى الفوضى الكاملة، في حين أن القوة العسكرية الوحيدة القادرة على تولي السيطرة على البلاد هي حزب الله، ويعزز نظام الأسد ببطء سيطرته على سوريا. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فلن يتخلص العراق بسهولة من النفوذ الإيراني، ويرى أنه إذا نجحت محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران فلن تشعر إسرائيل وبعض الدول العربية بالارتياح. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تتصاعد التوترات في حال فشل المحادثات في فيينا، لكن التطور المفاجئ هو تزايد وتيرة الحوار الإقليمي مع تصاعد المخاوف من الانسحاب الأمريكي. وبدأت دول المنطقة في إدراك أن الأمن الإقليمي قد يتحقق على وجه أفضل من خلال الحوار مع بعضها البعض، بدلاً من البحث عن الملاذ لدى القوى العظمى التي لا يمكن الاعتماد عليها في بعض الأحيان. ويتساءل الكاتب أنه إذا أدت أفكار انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط إلى مثل هذه الفورة من النشاط الدبلوماسي، فما الذي يمكن أن يحدث إذا أصبح حقيقة واقعة؟ وتعتبر روسيا وأوكرانيا من موردي القمح المهيمن لبعض دول المنطقة على رأسها مصر. قد تتسبب صدمة إمدادات القمح في حدوث اضطرابات في القاهرة وعواصم إقليمية أخرى، فيما ترتفع أسعار النفط بشكل كبير مع إصرار السعودية والإمارات على تجاهل الضغط الأمريكي لزيادة إنتاجهما للمساعدة في خفض الأسعار. تحت عنوان في ماريوبول الدبابات بعد القنابل، قال صحيفة لوموند الفرنسية إن القوات الروسية دخلت هذه المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا يوم الجمعة، والتي تتعرض لقصف ممنهج منذ أكثر من أسبوعين. إن عدد القتلى المقدر حتى الآن بنحو 2500 قتيل سيكون أعلى بكثير وفقا للسكان الذين تمكنوا من الفرار. يتم الدفاع عن ماريوبول بواسطة مشاة البحرية وكتيبة أزوف والقوات الخاصة وحرس الحدود والدفاع الإقليمي. يقول الجيش أنهم يستطيعون المقاومة لفترة طويلة جداً داخل الجدران في المدينة. التحصينات قوية جداً وهناك مخابئ.
في مواجهة الكارثة الإنسانية والنكسة الاستراتيجية التي سيمثلها سقوط ماريوبول لأوكرانيا، هناك حديث عن شن هجوم مضاد لكسر الحصار. من الناحية النظرية يمكن للجيش الأوكراني تحرير ماريوبول، لكن للقيام بذلك سيكون من الضروري إفراغ جبهة أخرى، كييف أو خاركوف، لكسر المقاومة الأوكرانية. وعدت وزارة الدفاع الروسية بضمان حياة القوميين الذين يدافعون عن ماريوبول إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، لكن الأوكرانيين يتذكرون اتفاقية الاستسلام أثناء حصار إيلوفيسك دونباس عام 2014، والتي لم يحترمها الجانب الروسي، حيث قتل 1000 جندي ومتطوع أوكراني. في ماريوبول بدأت المذبحة بالفعل ضد المدنيين، ويمكن أن تصل إلى أبعاد غير مسبوقة في أوروبا منذ الحرب في يوغوسلافيا السابقة. لا يسمح الروس للحافلات البلدية أو الرسمية بالدخول أو المغادرة، كما تنقل لوموند عن الصحفي رومان أميلكان. وأضافت لوموند أن القتال يدور في الشوارع بالقرب من وسط المدينة، بينما يتم إلقاء ما بين 50 إلى 100 قنبلة يومياً على المناطق السكنية، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ. ومن المحتمل أن تكون الضربات الجوية قد دمرت جوهرة الاقتصاد الأوكراني. مارد منحوت على حجر مسحور يقف قصر البارون الأثري في مصر، محتضنا أسرارا وروايات وفنونا لعمارة تجمع بين سحر الشرق الهندي وروعة الذوق الأوروبي وأصالة الطراز العربي. البارون هو أحد قصور مصر الأثرية ذات الطراز المعماري المميز، شيده المليونير البلجيكي إدوارد إمبان على مساحة 12,000 كيلومتر و500 متر بلمسات المعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل عام 1911. ونشأ القصر الساحر في قلب صحراء حي مصر الجديدة وحيدا مبهرا، قبل أن يخطط إمبان لتعمير تلك المنطقة التي اختار لها اسم هليوبلس، أي مدينة الشمس، والتي باتت تضج بالحياة والعمران وتعد أحد أرقى أحياء مدينة القاهرة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.